اهلا بكم مجددا في محورنا الاخير سنقف عند مناورات الناتو عند حدود كالينغراد الروسيه نفذ حلف شمال الأطلسي مناورات على حدود مقاطعة كالينغراد الروسية وأكد أنه لن يكون هناك سلام إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا وجرت مناورات توماك 22 في منطقة سوفاوكي ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تقع شمالية بولندا بين بيلاروسيا وجيب كالينغراد الروسي وسط توترات بين الناتو وروسيا بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي، وتعد منطقة سوفاوكي التي تجري فيها المناورات ذات أهمية استراتيجية لأن استيلاء روسيا عليها سيعزل دول البلطيق عن بقية دول الحلف، كما أنها ذات أهمية بالغة لأمن الجناح الشرقي للحلف الأطلسي وفي هذا السياق قالت وزارة الدفاع البولندية أن التدريبات تضم ألفي جندي من القوات البرية والجوية وتستخدم فيها أكثر من ألف قطعة من معدات الدعم القتالي واللوجستي وتضمنت المناورات كذلك تدريبات على عبور المياه والهبوط شارك فيها جنود بولنديون وأمريكيون ومن دول أخرى في الحلف ونفذت قوات امريكيه في دبابات برامز محاكاه مطارده للعدو وبينما تردد دوي انفجارات في بحيره كيبنو بالقرب من قريه كلوسا مع بدء محاكاه هجوم وقد منعت السحب المنخفضه الطائرات العسكريه من المشاركه في المناورات عند البحيره حول هذا الموضوع معنا من باريس استاذ العلاقات الدوليه الدكتور خطار ابو دياب مساء الخير دكتور خطار مناورات للناتو على حدود مقاطعه كالينغراد الروسيه ما الرسائل المراد ايصالها الى روسيا من قبل الناتو بالفعل الناتو التزم بامن اوكرانيا منذ البدايات منذ بدايات ما سمته روسيا عملياتها الخاصه او هذه الحرب في اوكرانيا التي تدخل شهر والعاشر نعلم جيدا أنه منذ حوالي عشرة أيام كاد يحصل نزاع جديد عندما سقط صاروخ في بولندا وسبب بسقوط ضحايا وعند هذا الأمر أكد الناتو أن هذا العمل كان من الأخطاء ولم يكن صاروخا روسيا ولكن لو تصورنا أن هذا الصاروخ كان روسي كان يمكن أن يتوسع النزاع إذا بولندا هي خط دفاع أول ومن هنا كالينغراد كما قلتم هي بالذات المعبر ويمكن لروسيا أن تعزل دول البلطيق ونعلم أيضا أن السويد وفنلندا عندما تطلبان الدخول إلى الأطلسي هذا يعزز جبهة الحل الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هذه مناورة هي استباقية مناورة استعراضية الهدف منها القول لروسيا أن حل شمال الأطلسي حتى الآن كما الولايات المتحدة هما ضد توسيع النزاع خارج الأراضي الأوكرانية وضد التدخل المباشر للأطلسي لكن في حال تجاوزت روسيا خطوطا حمر معينة مثلا إذا فكرت بالسيطرة في مولدافيا أو فكرت بعزل دول البلطيق عند ذلك الرسالة الأطلسية واضحة أنه لا يمكن السكوت عن هذا العمل. ربما الأهم هو السؤال كيف ستفهم روسيا هذه المناورات دكتور خطار والى أي حد قد تكون هذه المناورات سببا في تصعيد الموقف أكثر فأكثر. يعني روسيا مدركة أن أنها لا تحارب أوكرانيا لوحدها. م -م. أن أوكرانيا هي المسرح لمجابهة عالمية فيها روسيا وحلفائها من جهة والغرب مع أوكرانيا من جهة أخرى ولذلك هذه مناورات ايضا لا تصل الى داخل اوكرانيا، تبقى خارج اوكرانيا ولذلك هناك احترام حتى الان من قبل الطرفين ان كان روسيا او حلف شمال الاطلسي لحدود معينه في التعامل وفي التخاطب حتى من خلال المناورات العسكريه، هناك مثلا انتشار روسي في بيلاروسيا وبالرغم من كل الاشاعات لم تطلق حتى الان قذائف من بيلاروسيا، لم يجري تدخل من بيلاروسيا، اي ان موسكو ايضا حريصه على عدم توسيع النزاع وهي تفهم اذا رسائل حلف الناتو. اخيرا اود السؤال، هناك لقاء مرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجددت فرنسا تحديد مطالبها لروسيا قبل بدء اي محادثات، ما مدى التعويل على مثل هكذا لقاءات؟ يعني كان هناك كلام عن إمكانية حصول اتصال هاتفي مهم. ما بين بو... بوتين وماكرون لبحث الخطر الداهم حول محطة زابوروجيا وهي أكبر محطة نووية في أوروبا وموجودة ضمن المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها إليها لكنها اليوم محور قتالي ويخشى من أنها إذا أصيبت أو إذا حصل خلل ما يمكن ان يصل الامر الى كارثه مثل كارثه تشيرنوبيل في العام 1986 <applause> لكن نترى لعدم حماس الكرملين بالبحث في الموضوع ارتقي ارجاء هذه المكالمه الهاتفيه بين ماكرون وبوتين الى ما بعد عوده ماكرون <applause> من الولايات المتحده الامريكيه اذ سيقابل الرئيس بايدن في الاول من ديسمبر ربما إذن بعد العوده من واشنطن والتنسيق معها سيكون لكلام ماكرون مع بوتين اثرا اكبر شكرا لك استاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار ابو دياب كنت معنا من باريس كل الشكر